أفاد مفاد بي إن سبورتس إلى الجزائر أن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقصر الأمم بالعاصمة الجزائرية لم يسفر عن أي قرار بخصوص طلب المغرب تأجيل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015 بسبب وباء الإيبولا. وأوضح مفادنا أن القرار النهائي بخصوص مصير البطولة سيتخذ غدا الاثنين لدى اجتماع مسؤولي الكاف مع السلطات المغربية بالرباط. وللاقتراب أكثر من اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي انضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر مفاد بين سبورتس محمد عسول دحمان. محمد مساء الخير، بداية ما هي أبرز النقاط التي خرج بها المشاركون في اجتماع اللجنة التنفيذية؟ مساء الخير مهيب، مساء الخير مشاهدي قناة بين. اجتماع اليوم تمخض أو نقطتان كهامتان صرحتا في هذا الاجتماع وهو الحديث عن تصفية كأس أمم أفريقيا 2015 وما أفردته من نتائج، كان أبرزها تأهل منتخب الرأس الأخضر والمنتخب الجزائري كأول منتخب عربي يبلغ نهائيات 2015. وثاني نقطة هامة وكانت تهم المشاهد العربي وأيضا كرة القدم الأفريقية هي مصير كأس أمم أفريقيا 2015 المقرب المغرب، والتي كما علمنا سابقا في نشرات سابقة عبر بي إن سبورت أن القرار أرجئ إلى يوم غد في المغرب حتى يصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي بعد اجتماعهم اليوم وتسلمهم لملف من المغرب بخصوص تأجيل البطولة نظرا لوباء إيبولا. الأكيد أن القرار الحاسم سيكون يوم غد إن شاء الله بالرباط، حيث أن المجتمعون اليوم في أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي توجهوا صوب العاصمة المغربية الرباط للإعلان عن قرارهم النهائي بعد دراستهم لملف تقديم التأجيل من الجانب المغربي وأيضا دراسة الملف من كل من جوانبه الأمنية وحتى الصحية بالنظر إلى دعوة الاتحادية أو الجامعة الملكية المغربية لتأجيل هذا الحدث القاري الكبير. لكن حسب مصادرنا الخاصة والتي استقيناها هنا من الجزائر فإن يبدو أن نهائيات كأس أمم أفريقيا ستكون في ستقام في وقتها وفي المغرب وفي نفس الموعد، طبعا بعدما استقينا بعض المعلومات التي تشير انه القرار سيكون قرار تثبيت البطوله في موعدها مع قرارات اخرى قد تكون جانبيه للحيلوله دون وصول هذا الوباء الى مملكه المغرب الشقيقه. شكرا لك محمد عسول دحمان، كنت معنا مباشره عبر الهاتف. وايضا لمعرفه التوقعات قبل الاجتماع المقرر في المغرب غدا الاثنين ينضم الينا من الدار البيضاء مراسل بي ان سبورتس ياسين معراش. ياسين مساء الخير، بعض المصادر ربما اكدت بان النيه تتجه الى تاجيل البطوله الى شهر يونيو حزيران المقبل او في يناير كانون الثاني 2016 حسب مقترحين من الاتحاد المغربي لكرة القدم، برأيك أيهما الأقرب للتنفيذ؟ بالفعل مهيب، يبدو أن الجانب المغربي يبقى متشبثا بقرار تأجيل كأس أمم أفريقيا، خصوصا وأن عيسى حياته قد وصل إلى المغرب قبل تقريبا ساعة من أجل مواصلة كل المحادثات مع الجانب المغربي. الجانب المغربي كان متواجدا في الكاميرون قبل أيام، الوفد المغربي الذي ضم رئيس الاتحاد المغربي فوزي الأقجع وكذلك وزير الشباب والرياضة وممثل عن وزارة الصحة المغربية من أجل تقديم كل المقترحات حول تأجيل كأس أمم أفريقيا، وبالتالي يبقى المغرب متشبثا بقرار التأجيل. لكن هل هناك بديل بالنسبة للاتحاد الأفريقي لاستضافة كأس أمم أفريقيا؟ وهو الأمر الذي يبقى مستبعدا للحظة، لكن ربما وظهرا سيكون الاجتماع بالعاصمة المغربية الرباط من أجل رؤية كل الجانبين لأهم النقاط الأساسية، وبعدها ظهرا سيكون هناك بيان رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم ليقدم القرار النهائي والذي سيكون محوره سواء التاجيل او ان تلعب الكاس الامم الافريقيه في وقتها، لكن التاجيل وهو القرار الارجح ربما ليونيو القادم اي بعد سته اشهر وحتى سنه كامله في يناير عام 2016. شكرا لك ياسين معراش مراسل بين سبورتس، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من دار البيضاء.